بس راح نسوي بما انه جوائز. انا المفروض اجيت اسوي وياهم دينر هالاسئلة، بس ما اعتقد راح ياكلونا اذا كلها اسئلة، فراح اسئلة بس هاي النوعين. استهنا خيل شولدر نصفه، بعدين نحطه بالماي الحار. خلينا نجيبه شوي. الشولدر على النار، البخار ما يخلينا نسوي طبعا الشولدر. هسه راح نخلي الشلغم، هنا الشولدر، وهنا الشلغم. وعدنا الشوندر، هنا ان شاء الله همين استوى. الله فتيت رايح ما ينشال اصلا. هنا نجيب نخلي الصحن. شنو هاي دمار الريحة؟ شوية ملح نضيف على الشوندر الشلغم. طبعا الشوندر ناكله بالملح، ولا لا قصدي هذا شلغم، هذا الشلغم ناكله بالملح، الشلغم ناكله بالملح، الشوندر ناكله بالسكر، او هو عادة ما يكون حامي يعني طعمه حلو. طيب شوف الشلغم، طبعا حطيت عليه ملح. يعني الشلغم تحسين طعمه باهت، الشوندر اطيب. أحب الشوندر، طيب شوف الشلغم، طبعا حطيت عليه ملح. يعني الشلغم تحسين طعمه باهت، الشوندر اطيب. بشون درام